المحافظة قدر يدمر الإرهاب وكان قادر على تدمير البنى التحتية وإيقاف عجلة الاقتصاد السوري والخدمي والتعليمي. من أزمة بلشت تدق أبواب النهاية بفضل رجال كانوا عم بيساندوا أبطال الجيش العربي السوري. لأول مرة فريق قناة 7 ميكس تي في تواجد في محافظة حمص لحتى يطلع على الواقع الخدمي، وبيسعدنا نرحب بالأستاذ محافظ حمص الأستاذ طلال برازي. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا. بداية حابين نعرف من حضرتك، عم تشهد محافظة حمص عودة للنازحين؟ عودة المهجرين لم تتوقف، بدأت مباشرة مع تحرير المناطق في المدينة والريف، وبدأ العمل على تأمين كافة الخدمات الأساسية، المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات ولاحقا المدارس. كانت عودة الناس مباشرة، سواء كان المهجرين بفعل الإرهاب، سواء كانوا داخل محافظة حمص في مناطق أخرى أو كانوا في المحافظات الأخرى، أيضا عادوا من طرطوس ومن ريف دمشق ومن حماة، وبدأت الحياة تعود تدريجيا إلى هذه المناطق مع تأمين الخدمات. الآن تستمر هذه العملية مع عودة مهجرين أيضا من لبنان، حوالي 7 دفعات عادت من القطر اللبناني الشقيق على مراحل، عادوا عبر معبر الدبوسية، وأيضا يعودون إلى مناطق الأمان والاستقرار التي حررها الجيش العربي السوري. بالنسبة للحركة الاقتصادية بسبب الشيء اللي كان عم بيصير بحمص، ونحن بنعرف أنه هي أكثر محافظة تضررت كانت ببداية الأزمة، العجلة شوي وقفت، المنشآت فينا نقول والصناعيين، يا ترى هلأ كيف نحن عم نحاول نكون معهم ونعطيهم الثقة ونعطيهم كمان الدعم أكثر لحتى يرجعوا ويمارسوا مهامهم الطبيعية على أرض الواقع؟ استطعنا إعادة الكثير من الأسواق إلى وضعها الطبيعي، سواء في طريق الشام أو في وسط حمص التجاري اللي هو بين الساعة القديمة والجديدة، والأسواق التراثية التاريخية في حمص التي يعود عمرها إلى أكثر من 2000 عام. هذه العودة كانت تدريجية بعد إزالة الأنقاض اللي قامت فيها ورشات التابعة لمؤسسات القطاع العام، وبالتمويل من الحكومة السورية، وببعض الدعم أيضا من النقابات اللي قدمت خبراتها في مسألة إزالة الأنقاض وخصوصا الأبنية الآيلة للسقوط. بدأ العمل مع الكثير من الجهات الحكومية وأيضا منظمات المجتمع الأهلي، وتم إعادة الكثير من التجار، خلينا نقول تجار الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، وخصوصا الحرفيين وأصحاب المهن. هذه العودة مستمرة لم تتوقف، والآن هناك أكثر من 1200 محل يتم التحضير لعودة أصحابها لنشاطهم الاقتصادي. طبعا وفي الأسبوع الماضي كنا في زيارة إلى مدينة تدمر، استكملنا فيها وصول خطوط الماء والكهرباء، وخصوصا شبكة الكهرباء التي استهدفت من المجموعات الإرهابية وتم تدمير أجزاء كبيرة منها. الآن نستطيع أن نقول الكهرباء والمياه والاتصالات خلال 2 شهر ستكون جاهزة في تدمر، وأعلننا عودة أهالي مدينة تدمر خلال الأسبوع القادم، بدء عودة الأهالي تدريجيا مع استكمال الخدمات الأساسية. أما مدينة حمص أو محافظة حمص بالمنطقة الصناعية أو المدينة الصناعية في حسياء لم تتوقف أبدا، بالعكس ازداد عدد المستثمرين، زيادة حوالي 135 منشأة جديدة من كل الصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية. بالنسبة للمناطق المتضررة، فيها ترى عقود عم تتوقع مع الشركات من أجل إعادة أعمارها؟ باستمرار هناك 3 عقود تم توقيعها مع شركات القطاع العام في حي الوعر، وتم إعادة البنى التحتية خلال 3 أشهر، وأيضا هناك الآن عقود موقعة أيضا من أجل إعادة شبكة الكهرباء لمعظم الأحياء في الوعر. الأعمال التي نفذت على طريق حمص حما عبر تلبيسة والرستان أنجزت خلال فترة 25 يوم، وتم العمل على تأمين التمويل اللازم من الحكومة إلى الوحدات الإدارية في قطاع الريف الشمالي التي بدأت أعمالها أيضا منذ 2 شهر تقريبا، بتأمين
الخدمات الأساسية والخدمات الفنية من خلال شبكة الطرق الفرعية التي تنفذ حاليا. واليوم صباحا نحن كنا في جولة بالريف الشمالي ومدينة الرسلان، نسبة إعادة خطوط الكهرباء وصلت إلى 90% والمياه إلى 70% والاتصالات أيضا إلى ما يتجاوز 70%. نحن نستطيع أن نقول أيضا أن الحياة الاقتصادية الزراعية في الريف الشمالي، في حوض العاصي، في سد الرسلان أيضا عادت إلى نشاطها الطبيعي بنسبة كبيرة جدا. بالنسبة للواقع التعليمي، يا ترى شو الشيء اللي عم يتحضر مثلا للأطفال، إعادة تأهيلهم نفسيا وتعليميا، خاصة نحن بنعرف أنه في أطفال هي خلال الأزمة كانت خارج مدارسها، وهلأ حاليا في أطفال كمان لسه ما رجعت على المدارس. بالتأكيد موضوع المدارس يعتبر من الأولويات. عندما تم تحرير المدينة القديمة تم افتتاح 3 مدارس خلال أشهر. أيضا عندما تم تحرير حي الوعر تم افتتاح 11 مدرسة. اليوم في الريف الشمالي بدأنا بافتتاح 36 مدرسة، زاد هذا العدد مع بداية العام الدراسي إلى 55. اليوم عم نأهل 137 مدرسة في الريف الشمالي، الحولة، كفر لاها، تل دهب، الرستان، تلبيسة، أيضا محيط المناطق في ريف الشمالي لحمص. موضوع المدارس مستمر، عملية التأهيل، وهذا مؤشر إيجابي لأنه عودة الأسر نستطيع أن نتلمسها من خلال عودة التلاميذ والطلاب إلى هذه المدارس. هناك قطعتك سيادة المحافظ، بالنسبة لتجاوب الأطفال كيف عم بيكون معكم؟ في الناس نحن بنعرف أنه تغيبت فترة منيحة عن هذا الموضوع وعن المدارس، كيف عم بيكون تجاوبه معكم؟ وزارة التربية وضعت برنامج لترميم الفجوة التعليمية اللي حصلت لبعض الطلاب اللي انقطعوا. في جزء كبير من الطلاب لم ينقطع عن الدراسة لأنه فترة وجود المجموعات المسلحة كان هناك جهود مستمرة مع هيئات المصالحة اللي تفاعلت بالأخير وأعادت الأمن والأمان باتفاق لتسوية هذه الأوضاع وتسليم السلاح. لكن بفترة اللي قطع فيها عدد من الطلاب عن التعليم أوجدت وزارة التربية نظام ترميم الفجوة التعليمية من خلال دمج بعض الطلاب بصفوف مشتركة وتأمين مناهج أو ترميم المناهج بما يتفق مع الاحتياجات الأساسية للطالب حتى يرمم 2 أو 3 سنوات من انقطاع الدراسي. وأيضا خصصوا بعض الأيام بالعطل الجمعة والسبت لترميم هذه المعلومات وساعات بعد الدوام الرسمي لإعطاء الطلاب دروس يستطيعون من خلالها الاستعداد لتقديم الشهادة الإعدادية أو الشهادة الثانوية. هذا الأمر مستمر وفق منهاج وضعت وزارة التربية ويتم العمل عليه في جميع المناطق. كل التوفيق لكم. بالنسبة لفي خطة أو ممكن يكون في مبادرة لإعادة إحياء المهرجانات الثقافية في وسط حمص؟ أولا نحن ب 2014 رجعنا مهرجان القلعة والوادي وهو فعاليات ثقافية واجتماعية ورياضية وفنية. أيضا يشهد مسرح دار الثقافة سنويا أكثر من 100 نشاط. المهرجان المسرحي بدأ انطلاقته ب 2014، مهرجان الموسيقي ب 2015، ومنذ عام 2015 وحتى الآن هناك أيضا أسابيع سينمائية ومهرجانات أدبية وثقافية مستمرة. والنشاطات الثقافية والأدبية والفنية والموسيقية بحمص لها خصوصية باعتبار أنه حمص كمدينة تعتبر عاصمة ثقافية في سوريا. بالنسبة لمدينة تدمر الأثرية، هي كانت عم تلعب دور كتير أساسي خلال الأزمة وخاصة بخارج سوريا، في فرق هلأ عم تعمل على إعادة ترميمها، وبالنسبة للآثار هي أنه شو صار فيها يا ترى؟ الآثار اللي كانت مسروقة تم إعادتها؟ بداية أريد أن أطمئن أن المتحف الوطني في تدمر تم إنقاذه قبل دخول عصابات داعش إلى مدينة تدمر، وهذا الحقيقة إنجاز عظيم. الآثار اللي تسبب دخول عصابات داعش على تدمر بتدميرها
الحقيقة في خطط لدى وزارة الثقافة بالتعاون مع بعض المنظمات والمؤسسات الدولية لإعادة ترميمها، وهذا أمر طبيعي. عبر التاريخ تعرضت مدينة تدمر للكثير من الهجمات، لكن تبقى تدمر تدمر وتبقى أهميتها العالمية، ونحن الآن بصدد المشاركة أيضا في مهرجان ومعرض يقام في إيطاليا حول المدن التاريخية والأثرية في حوض المتوسط في هذا الشهر، وستكون لسوريا مشاركة أساسية فيه، وسنتحدث في هذا اللقاء عن ما قامت به عصابات داعش الإرهابية ومن دعمها في تدمير جانب من المواقع التاريخية والأثرية في مدينة تدمر. رح نتمنى لكم كل التوفيق بأي حدث رح تنقلوا في صورة سوريا الحقيقية للخارج. باعتبار حضرتك كنت شخص مسؤول باتحاد الطلبة السوريين، اليوم يا ترى عم بتوظف الشباب إذا فينا نقول طاقاتهم بالمكان الصحيح وعم تعطيهم دعم وثقة؟ بالتأكيد نحن لدينا برنامج مع المؤسسات الرسمية في حمص بالاهتمام بالطلاب عموما، منظمة الشبيبة ومنظمة الطلائع بشكل خاص، اتحاد الوطني لطلبة سوريا في جامعة البعث، وهذه النشاطات تعتبر اليوم ركيزة أساسية لإعادة بناء سوريا، لأن الشباب هم المستقبل، وبالتالي إعداد الشباب وتأهيلهم وتأمين فرص التطور اللي ممكن يكون له بعد علمي واجتماعي وثقافي ضرورة في إعادة بناء سوريا المستقبل. حلم حمص يلي كنا كلنا نسمع فيه قبل الأزمة وين صار؟ الحقيقة نحن خلينا نحكي بالواقع. بالواقع اليوم في مناطق تسببت الحرب فيها بدمار كبير، ليس فقط في مدينة حمص، في القصير وفي الحصن وفي تدمر وفي القريتين وفي بعض أحياء مدينة حمص. حقيقة بالتعاون مع جامعة البعث ونقابة المهندسين والأمانة العامة بالمحافظة بخبراتها الفنية وبعض المتبرعين من الكوادر الهندسية التي لديها خبرة، استطعنا بأن ننجز دراسات كاملة لمنطقة بابا عمرو السلطانية وجوبر، وتم تصديقها من وزارة الإسكان والأشغال، وأيضا تم إنجاز دراسات كاملة لمنطقة جورج شياح والقرابيس والقصور، وتم تصديقها من مجلس مدينة والمحافظة ووزارة الإسكان، وستبدأ فيها عملية إعادة البناء وفق ضابطة بناء جديدة. الآن هناك دراسات تنجز وتم إقرار بعضها في الحصن وتدمر والقصير، ستشهد محافظة حمص كما بعض المناطق في سوريا في المحافظات السورية عملية إعادة أعمار كبيرة وواسعة. واقعيا اليوم بين إيدينا مخططات مصدقة من الحكومة حسب الأصول، وهناك فرصة لتنفيذها ومدروسة من ناحية الجدوى الاقتصادية، وستكون البداية إن شاء الله مع بداية عام 2019. كلمة ختامية من حضرتك لكل السوريين يلي هلأ عم بيتابعوك عبر قناة 7 ميكس تي في. لازم نأكد أنه إحنا متفاعلين كتير. سوريا بعد الانتصار هي أعمار، سوريا التاريخ والحضارة يلي يعود إلى آلاف السنين لن تكون إلا في المقدمة. السوريين أينما كانوا بيحققوا دائما حالة من التفوق والريادة، وهذه الريادة سنشهدها بالفترة القادمة، ليس فقط بانتصارات الجيش العربي السوري الكبيرة والهامة، ولكن أيضا بانتصار هذا الشعب الذي استطاع أن يواجه الحرب وأن يسقط المؤامرة، يستطيع بالتأكيد أن يعيد بناء سوريا. أهل حمص معروف عنهم دائما أنه مضيافين. رح نتشكرك على وقتك الكبير اللي عطيتنا، وشكرا كتير لك سيادة المحافظ. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم متابعينا، دمتم بخير.